الحزن الشديد خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشيخ عبد الله كامل سفير القرآن وصاحب الصوت العذب، بعد ملف دول كتير ينشر فيها القرآن الكريم ويدعي للإسلام. الشيخ عبد الله مات وهو بيصلي التراويح بالمصلين في أحد مساجد أمريكا، وبعد أيام قليلة من إعلانه عن إن ربنا رزقه بمولود جديد، وكأنه كان بيودع ابنه مش بيحتفل بولادته. وبعد انتشار خبر وفاته انتشر الحزن بشكل كبير بين المسلمين، وناس كتير بدأت تسأل مين هو الشيخ عبد الله كامل. تعالوا أقول لكم مين سفير القرآن اللي بكى المسلمين برحيله. في الأول خلينا نعرف إزاي خبر وفاة الشيخ عبد الله انتشر بالشكل الكبير ده لدرجة إنه تصدر الترند في وقتها. الخبر أعلنه أحد المراكز الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية، وقالت الصفحة الرسمية للمركز على الفيسبوك إن لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ ساعات قليلة الشيخ عبد الله كامل إمام مسجدنا في تراويح رمضان، وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل الجنازة قريبا. المركز كمان خد خطوة تضامنية مع أسرة الشيخ الراحل، وقال إننا بنجمع التبرعات لمساعدة أسرة حبيبنا الشيخ عبد الله كامل، وذلك من خلال رابط إلكتروني نشرته صفحة المسجد. بعد انتشار الخبر انطلقت تغريدات النعي من كبار قراء القرآن الكريم في العالم، منها اللي نشره الشيخ مشاري العفاسي اللي قال: اللهم اغفر لعبدك القارئ الشيخ عبد الله كامل وارفع درجته ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد واجبر مصاب أهله ومحبيه. وكمان الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية سابقا، واللي كتب: رحم الله الشيخ عبد الله كامل ونور قبره ورفع درجاته في عليين. تعالوا أقول لكم بقى شوية معلومات مهمة عن الشيخ عبد الله كامل الكفيف، وإزاي كانت رحلته صعبة لدرجة إن كتير مننا ما يتحملهاش. الشيخ عبد الله اتولد في إحدى قرى محافظة الفيوم سنة 1985، وواجهه معاناة فقد البصر من وقت ولادته، لكن ما استسلمش وقابل ده بعزم وصبر، وبدأ يحفظ القرآن عن طريق التلقين والاستماع من مشايخ القرية. وقال في مقابلة تلفزيونية إنه عانى من مشقة كبيرة في الحفظ مع عدم توفر وسائل تكنولوجية، وده عرضه للضرب في أوقات كتير من مشايخه، وأكد إنه ضد مبدأ الضرب بوجه عام وفي تعليم القرآن بوجهه الخصوص. وبعدها اتعلم طريقة برايل وبدأ يتوسع في علوم القرآن واللغة، وده من خلال دراسته في كلية دار العلوم بجامعة الفيوم، وشارك في مسابقة تسمى المزمار الذهبي سنة 2015، وقدر بجمال صوته وتمكنه من القراءة إنه ياخد المركز الأول في المسابقة. بعدها اشتهر الشيخ عبد الله كامل بصوته العذب في قراءة القرآن الكريم، وانتشرت تسجيلاته على الإنترنت واللي حققت شهرة كبيرة جدا في العالم الإسلامي. الشيخ عبد الله كمان كان شارك في تقديم مجموعة من البرامج الدينية الإسلامية على عدد من القنوات الفضائية الشهيرة، منها قناة الرحمة وقناة الناس وقناة الحافظ وقناة الندى الفضائية. وكمان سافر لأكتر من دولة لإمامة المصلين، فسافر دولة الكويت وأمريكا والسعودية وغيرهم كتير من دول العالم علشان يتوفى عن عمر 38 سنة في أمريكا. ادعوا له بالرحمة والمغفرة.